هو احنا اصلا ليه بنتكلم عن الاقصى؟ هي ليه اصلا الاقصى قضيتنا يعني؟ وليه احنا مهتمين وليه الدنيا كلها كده؟ طبعا خلينا اقول الاجابه عليها ببساطه، الاقصى عقيده. الاقصى بالنسبه للمسلمين اول القبلتين وثالث الحرمين من المساجد الثلاثه اللي لا تشد الرحال الا لها، المسجد الاقصى، مصر رسول الله، ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، من اختار الله سبحانه وتعالى البقعة المباركة دي ليعرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى معراجه إلى السماوات وإلى الله سبحانه وتعالى. فالمسجد الأقصى بالنسبة لنا عقيدة، ويعني اللي مش في دماغه ولا في قلبه ولا في قضيته، المسجد يراجع نفسه، يراجع نفسه ويراجع دينه. يعني لما تبقى سوره اسمها سوره الاسراء في قلب القران وهي منتصف يعني القران سوره الاسراء، وانت ولا في دماغك ولا كده، طبعا الحمد لله، الحمد لله ان اللي حصل الفتره الاخيره اثبت بكل يعني وسائل الاثبات ان يعني مهما انصرف من اموال لمحو القضيه، مهما اتصرف من برامج، ويعني مش عايز اقول مسلسلات وافلام لان ده اقل القليل، ولكن محو تجفيف منابع الوعي الحقيقيه باهميه القدس والمسجد الاقصى في الجيل اللي طالع مش موجود. ومع ذلك اول هبه، بس اول نداء لما يتم الاعتداء على المسجد الاقصى، شفت الامه كلها عملت ازاي. وشو ليه؟ لان حب الاقصى وحب المسجد ده دين وفطره وعقيده في القلوب. أدعو الله سبحانه وتعالى في البداية إن ربنا يا رب يعني يكرمنا وإياكم بالأمر ده، وإن تفضل الصحوة في القلوب. آمين. لكن إحنا بنقول بالبداية قضيتنا هي فلسطين، قضيتنا المسجد الأقصى، ودي عقيدة لا تنازل عنها، وده من إيماننا.